انت عايزه مني انا ايه دلوقتي؟ والنبي اما تشوف محمود جوزي اله يا رب ينفخ كرشه ويشفط شفايفه والارداف يا رب يعني انحتها كده. ايه ده ايه ده فين ده؟ عند مركز التجميل اللي على اول الناصيه. بقول لك ايه، خشي دوا بدل ما اديكي 100 بلغه على وشي. يا سلام على حنيتك وطيبتك. بس عشان بضعف قدام نظره عينيكي. يا سلام، فينك قبل ما اتجوز الصرماطي؟ كان زماني مربى وبقد الدنيا. الحمد لله ربنا نجاني. بقول لك ايه، جابليني في جنينه الحيوانات الساعه 6. يعني يما تديني ميعاد، تديني ميعاد في بيت اهلي. ايه يا عم ده؟ وبعدها لك امال يا ست فاكيه؟ لمي جوزك عمال يتحمرش بيا، هو مفيش ست حلوه تقدر تقف في الشباك كده شويه ولا ايه يعني؟ مالك يا مخيمه؟ ده بتقول لك جنينه الحيوانات بيت اهلها، بنت السلعوه دي ولا ايه؟ لا، بنت صاحب العماره، بس سبحان الله ربنا شال من دماغها وحط في لسانها. ما انت قلتي صاحب العماره، ربنا ادى المال وخد منه البنون، ما حدش خد المال والبنون الا احمد عبد العزيز وعمل براعه الصراحه. والمصحف معاده وكل اهدى يا مش بقول لك اهدى يا جدعان، اقسم بالله العلي العظيم لو ما رفعتوا العربيتين دول لا ارفع عليكم 2 اباتريلا ودغدغ الشارع. ايه يا عم هشام؟ ما عدا انت. ايه ده؟ انت بتخاف منها ليه؟ يا عم انت اللي مصدر لي الاحساس ده. اخبار الاموره ايه؟ نجيب حاجه ساقعه؟ او النبي بليز مثلا حاجه فريش، لو اورنج جوس مثلا. ها؟ مؤاخذه انا اسف. ايه؟ فريش وورنج موز ده يا عامل حادثه عند فرغلي؟ انت لو كملت تعليمك يا هشام تعرف ايه المورنج جوز ده. ايه بقى المورنج جوز ده؟ ما هو الا قليل من المورنج مضاف عليه 5 مللي جرام من الجوز. يا ريت مخرجنا يخش لنا زوم على الكوبايه. لو سمحت يا شيف. ايوه. ممكن اعرف طريقه عمل عجينه البيتزا؟ الاولاد عندي بيحبوها. لا مؤاخذة شيف شربين أنا آسف، معلش لو سمحت، هو طريقة لف الكروم بنفس طريقة لف السجاير ولا بتختلف؟ معلش ستانم، أهل الحارة بس بيرحبوا بيكي. ما خلاص يا دمع عمار، ما حد يروح يجيب حاجة ساقعة من عند عم علي وعلي، ويا عم عبده راحت الكرسي اللي عنديهم ده. هو أستاذ عبده احترم نفسك، انت مربى واب. يعني ايه مربى واب؟ يعني تروح السوق تجيب الخضار، تجيب خيار، تجيب كروت شحن. انت مراد بواب. يعني ايه مراد بواب؟ يعني سايبالي التهزيل، عمال يقول لك مراد سيف تسكتي، خليتي بورصي يتريق علينا. ماشي، عايزين الكرسي ده؟ ايوه اهو. ايدك يا دي عبده من على الكرسي لا تهالك. جري يا غجر في ايه؟ مفيش احترام للأشياء ولا ايه؟ معلش يا عم علي، معلش، بس احنا والنبي كنا محتاجين الكرسي ده ضروري. بس انت ازاي اصلا تمد ايدك على الكرسي بتاعي من غير استئذان؟ غور يا دي عبده من هنا نجر. استاذ عبده احترم نفسك، انت بقال هات الكرسي بس ثواني. فيه ايه؟ يلا يا غور من هنا، مفيش كراسي، الكرسي ده بتاعنا. لا الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي. بتاعنا يا علي. بتاعنا. بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي، وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده، وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. انا روايه محترمه، عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفره؟ يا علي لف مش رول. اه لف انا اهو. انت لف. اه احمدك يا رب، انكشفت الحقيقه. شفت يا استاذ؟ انت بنطلونك سليم يا استاذ، وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 تا. دمتش دمتش. ايوه وصلت لدمتش يا علي. ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو، وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي.
لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف لف وانت مغمض عينيك عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي بس انا علي البنطلون مقطعه مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. اه ماشي بدلهم يا سيدي اهو. اهو فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه انا ما بدلتهمش يا راجل يا اهبل يا اهبل. يا راجل يا اهبل يا عبيط. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. اه حادثة. ياه ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص، عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض. بتاعت الزعيم مصطفى كامل؟ اه اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي. كان هو والزعيم ابوسي فاكر؟ اه. كانوا هما الاثنين بيغنوا. اه وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. اه. يعني انت رايك يا ست هاني ان البديكير الموف يمشي مع الباضي الكارينا الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوشي؟ لا. ما يستاهلوشي. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مؤاخذة يا استاذه، يعني انا اسف، يعني حضرتك انت اصلا داخله شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذه الشارع ده اصلا وان واي. طب وايه المشكله دي؟ حريه شخصيه. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. ومشحف مؤاخذة اقسم بالله والله العظيم مؤاخذة، انا بس بفهمها ومشحف ان هو وان واي اقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع ما تجيبي بوسه يا هاني. اتلم يا مخيمر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ تشوفيه فين؟ فين؟ مش لاقيه الموبايل. ايه مش لاقيه الموبايل؟ ليكون اتسرق. موبايل اتسرق؟ موبايل بتاعهم اتسرق. فاكر الموبايل بتاعك يا علي لما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو بص مكتوب عليها اهو، انا نمرتي ومكتوب عليها انا. اه ده متسجل انا. اه انا. لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك اتسرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو. بس 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 الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. اه احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا يا علي انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش، وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه علي اللي عملته ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ حرام عليك يا علي، انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده يا علي، كده يا علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازما كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثه واحد لقط كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست. انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مربى واقف. خد خد هزك فيا كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مربى واقف. اقسم برب العزه وعز الجلال الله في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في ايه؟ مفيش حاجه يا عم. اروح اشوف الموبايل. روح رايق. انا ميرسي 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 بجد، انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. اه استاذ صح انا حد رجالي، اهو في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عاسم. اقول لك نكته، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى.
عارفة يا مازمازيل، أنا ربنا إداني كل حاجة إلا رقم تليفونك. ألا قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحة شغل دلوقتي؟ لا أنا كنت مروحة. نعم، مروحة البيت الساعة 7 الصبح. المشكلة 7 الصبح؟ مروحة 7 الصبح يا علي؟ مش بتشتغل إيه دي؟ أكيد ما دام مروحة 7 الصبح تبقى أكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغالة رقاصة يعني. اه والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانة عند مهند. في الشقة ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانة عند مهند في شقته. ودي في الحلقة كام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكرة مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 بس، لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هانم. 1 2 3. بسم الله ما شاء الله، حيدك مرزقة قوي. ضاع 1 جه 3. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حتي؟ تعالي تعالي يا بنت اتصلي من عندي انا، من هنا الدقيقة ب5 جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي واديها ب4 جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى اديها ب5 جنيه. طب عليا انا ب3 جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى اديها ب5 جنيه. طب اديها ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده. هو ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه؟ خلاص بقى يا جدعان، خلاص انا هحلها يا جدعان. خد اختي كلمهم من عندي، كلم امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك ايه يا اختي، انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. حافظه رقم امك علشان الباقه بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي امه هناء، عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء، وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم، تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاها على الموبايل. ما انت غريبه يا ست. هو ده الجديد يا بلد التقليد. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت بتطلع عينين عليه من الصبح؟ عمر ياما. ايوه يا دو، ده البيت بتاعي. يا انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللول؟ ايوه اسمك اللول. هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟ دي التك توك. تك توك؟ اه التك توك. انت فلاح؟ اه. لا ده شيفروليه. دي شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيره؟ مش في سامسونج كبير؟ اه. وفي سامسونج صغير؟ اه. دي شيفروليه الصغيره. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد اللذين، عاملينها صغيره عشان الزحمه؟ طبعا. عمار ياما. اسمها مصر يا ابني، مصر. اه ده انتوا عالم فاضيه بقى، ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر. انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا حماه،